من الام ماشي اوضه الاوبم دي من الام لكن فين النيوكليس الام مفيش نيوكليس كل النيوكليس بتاعت هذه الخليه جايه من هيستربين كروموزوم بعد ما انقسم كده واستعمل صديق 46 كروموزوم ولكن هذه الكروموزومز كلها جايه من الاب كلها باترنال ان اوريجن هتنتج خليه شاذه كل المقاييس ليه جاي من الاب بس مفيش حاجه اسمها جاي من الاب بس دي خليه شاذه هتقعد تنقسم انقسامات مجنونه مجنونه خليه اتنين في سرعه بسرعه جدا جدا على فكره الكاتره وهتكون كمان استراكشر اسمه ايه اسمه بلاستوسيست لكن اوعى تفكر ان هيكون جواها امبريو بلاست يبقى بيتحرك بقى ليه ما فيهاش امبريو بلاست ليه لان الكاتره امبريو ده لازم يجي من اب ومن ام ما ينفعش امبريو يجي من اب لوحده ما ينفعش فاش حد يجي من اب اعتراف بلاست هتتكون وفي انقسامات مجنونه بدل ما كان فيه اتنين لايرز اسمها سايتو واللي هي اسمها سينسيتيو هيبقى لا يبقى عندنا في 30 لاير من التروفوبلاست 40 لاير من التروفوبلاست 50 لاير من التروفوبلاست 60 لاير من التروفوبلاست يعني ده كانت هنا انقسامات غير طبيعيه ده تحول الى ورم بيبي ده تحول الى تيومر تيومر من هذه الخليه الشاذه اللي جت ازاي جت من الاب بس وليس من الام خليه جايه من الاب فقط لا غير تنقسم انقسامات مجنونه بتطلع دكاتره حتى كميه فيلاي كبيره جدا وبعدين سؤال بقى يا شباب هل هذه الفيلاي او اللي هنا في بيبي مفيش بيبي يعني الدكاتره هنا هيبقى البيبي ده او هنا مفيش بيبي اصلا يعني هل هيبقى في قلب مفيش قلب هل يبقى في بلاد فيسلز مفيش بلاد فيسلز يعني معنى كده هذه الفيلاي بتبقى ايه يا دكاتره ايه فاسكولار يعني ايه بس يعني ما فيهاش بلاد فيسل ليه لان مفيش بيبي مفيش قلب مفيش بلاد فيسل تبقى ايه فاسكولار فيلاي هذه الفيلاي مفيش بلاد فيسل لان مفيش قلب لان اصلا مفيش بيبي فبتبقى ايه فاسكولار فيلاي هذه الاي فاسكولار فيلاي ايه اللي بيحصل لها بقى زي البنت كده بتقلي اي حاجه في الزيت تقوم نط نط الزيت تيجي على ايديها تعمل لها ايه كوره او واحد لابس شوز ضيق يقعد يحط في رجليه يعمل له في الاخر اخر النهار كوره هذه الكوره بنسميها ديجنريشن هذا ديجنريشن ليه اسم اسمه هايدرو مائي هايدروبيك ديجنريشن هذه الفيلاي بيبقى جواها ميه الميه دي جايه منين ليست لايكور لا ولا ميديك فلويد ولا اي حاجه دي عباره عن ايه عباره عن ديجنريشن لهذه الفيلاي لانها اي فاسكولار فيلاي هذا الديجنريشن بنسميه الديجنريشن المائي او بنسميه هايدروبيك ديجنريشن هتلاقي اليوترس كله مليان عنب 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 بالمنظر ده كده عنب عنب بالمنظر ده كده عباره عن ايه كل العنب ده كله كل الفيزيكال دي كلها كل الفيزيكال دي كلها اللي بنسمي هذه القصه بنسميها فيزيكولار مول عباره عن فيلاي جواها هايدروبيك ديجنريشن لانها ما فيهاش بلاد فيسلز لانها ايه فاسكولار فبتضمر نوع اسمه ايه ديجنريشن اسمه هايدروبيك ديجنريشن طب وبعدين يا دكتور بص يا كاتره بقى الفيلاي ديت عشان هنا كميه كبيره جدا من التروفوبلاست هتطلع كميه ضخمه جدا من هرمون اتش هيومن سي كاريونيك جونادوتروفين تمام هذه الفيلاي لان هنا في تروفوبلاستيك بروليفريشن فظيع تروفوبلاست مش تو لاير 50 60 لاير فتطلع كميه ضخمه جدا من الاتس جي اليوجوال كام في الاتس جي 50000 اخره 100000 لا هنا بيبقى اكتر هنا بيبقى فراكشن اوف ا مليون يعني 200000 300000 400000 رقم رهيب طب يعمل ايه بقى الاوفر ده دكاتره على ناحيتين اوفر ده على ناحيتين بيبقى هنا فيه فوليكلز والفوليكل بيبقى فيها سيكا سيلز ايه اللي يحصل بقى تلاقي سيكا سيل عشان ده شبه ال اتش تتنشط قوي فاكرين بي سي او يقوم عامل هنا ايه سيست يقوم عامل هنا ايه سيست من فوليكل دي سيست سيست بالمنظر ده كده بالمنظر ده كده يعمل حاجه اسمها سيكا سيست عشان لونها اصفر يبقى اسمها سيكا لوتين سيست جت منين دي يا دكاتره هذه السيست منين من التنشيط بي اتش سي جي لقينا الاوفر هيب مليان سيستات سيست سيست بالمنظر ده عباره عن ايه هذه السيست عباره عن ايه عباره عن الاكستريم ستيميوليشن باي اتش سي جي اللي بنسميها سيكا لوتين سيست لونها اصفر تلاقي حتى كده يقول لك ايه المبيضين عباره عن برتقانتين لونهم اصفر كده تلاقي هنا على الجنبين برتقانتين طب يا كاتب اليوترس ده مش بيكبر بيكبر جدا بيكبر جدا ليه ده تيومر عمال لي يحصل بروليفريشن حتى يقول لك بقى احنا قاعدين في سوق الفاكهه سوق الفاكهه ازاي يقول لك العيال دي جواها بطيخ اليوترس الكبير قوي بنسميه بطيخ وجواه عنب وعلى الجنبين برتقانتين سوق الفاكهه برتقانتين وعنب وبطيخ بطيخه اليوترس المليان الكبير قوي ده وجواه عنب وعلى الجنبين مين برتقانتين اس جي ده بقى دكاتره بيطلع يعمل اريتيشن للفوميتنج سنتر اريتيشن للفوميتنج سنتر مش بقى عندها فوميتنج زي الواحده العاديه ليه 50000 يعمل لها شويه امس جرافيدورم ده وصل ل 200000
هيعمل لها يا دكاتره مش امس ولكن بالظبط هيعمل لها هايبر بص هايبر بقى كام هايبر امسز جرافيدورم. برافو عليكم. طب مين شاطر يقول لي تركيبه الاتش سي جي كان بيكون من الفا سب يونت وبيتا سب يونت، والبيتا سب يونت كانت سبيسيفيك لكن الفا ان كومن مع مين؟ مع تي اس اتش او قبلها اف اس اتش صح وال اتش لكن مع مين؟ تي اس اتش. طب لما يكون الكاتل اس جي دوت كميته كبيره قوي وكروس رياكت مع تي اس اتش ان ليهم نفس الالفا ممكن تعمل ايه؟ هايبر ثايرويديزم. يبقى في كمان هايبر ثايرويديزم. ومعلش يا دكاتره بقى مش هفصل لكم كمان بقى في هايبر تنشن او بري اكلامسيا. بري اكلامسيا هقول لك ليه بقى؟ لان ده سؤال صعب جدا هجاوب عليه في درس بري اكلامسيا. هقول لك بيزيكلر مول بس مع بري اكلامسيا ليه في الدرس؟ لان هو كوزو بري اكلامسيا نفسه از انون الله اعلم. فانا هفسره امتى في بري اكلامسيا؟ لان ليها قصه طويله قوي. يعني بيبقى عندنا كام هايبر؟ هايبر امس جرافيدار وهايبر ثايرويديز وهايبر تنشن. يبقى الفيميل ديت حاضر ما لسه هتشرح والله حاضر اقول بس انت بس ايه يعني جمع معايا وهعيد تاني كله معايا يا دكاتره. فهنا عندنا في هنا هايبر تنشن هايبر ثايرويديزم ومين وهايبر تنشن هايبر ثايرويديزم هايبر امس جرافيدورم. هذه الفيزيكال كمان ساعات بتكون متوحشه وبتاكل لمين؟ تاكل في اليوترس. بص يا جماعه تقوم واكله في اليوترس كده لوكالي انفيزب خرمه اليوترس. ساعات بتبعد متسس تمشي فين؟ في الدم. طب سؤال يا دكاتره هذه الفيزيكالز الغريبه اللي ماشيه في الدم مين هيشوفها ويهاجمها؟ مين؟ وايت بلاد سيلز. ولما الوايت بلاد سيلز تلاقي هذه الفيزيكال وتهاجمها هتكسرها هيطلع منها ماده غريبه جدا اسمها ايه يا دكاتره؟ اسمها ثرومبو بلاستين. فاكرين مش فاكرينها دي؟ لما الفيزيكال بتتكسر بيطلع منها ماده اسمها ثرومبو بلاستين، ولما الفيزيكال كتيره تتكسر يطلع منها ثرومبو بلاستين كميه كبيره. هذا الثرومبو بلاستين هيعمل ايه في العيانه؟ دي اي سي دي اي سي. وكمان يروح كمان لمين؟ لللنج. امبلاي زي الرجل بالظبط شاورز من امبلاي. يعمل ايه بقى في اللنج والهارت؟ يعمل ايه؟ بالمونري امبوليز وهارت فيلير. طيب هذه العيانه ديت عايزين نشخصها ازاي؟ انا عندي دكاتره اهوت في اثنين هول ماركس لهذا المرض. ايه الهول ماركس؟ عندي اس جي عالي وعندي فيزيكلز. يبقى انا لما اجي اشخص هذه العيانه لازم اشوف ايه؟ اقيس ايه؟ واشوف ايه بعينيا؟ لازم اقيس اس جي بالمعمل بقى بنقيسه ونشوف الفيزيكال. مين يقول لي يا دكاتره اشوفها ازاي الفيزيكال دي؟ عن طريق مين؟ عن طريق الترا ساوند. عشان كده يا دكاتره تشخيص هذا المرض سهل جدا. ازاي؟ هقيس اتش جي ليه فيري فيري هاي. تاني حاجه اعمل الترا ساوند الاقي هنا في عندنا الفيزيكال شاف بمنتهى الوضوح في الالترا ساوند. طب انا عايز حد يفكر معايا ازاي نعالج هذه العيانه؟ بمنتهى البساطه نعالجها ازاي؟ هشيل الفيزيكلز. طب عايز حد يقول لي اعرف منين ان هذه الفيزيكلز كلها شلتها؟ لان هذه الفيزيكل دي خطيره ممكن تعمل امبولايزيشن ممكن تاكل اليوترس ممكن هي نفسها تحول الى مالجنانسي اللي بنسميه كوريوكارسينوما. اذا اعرف انها خلصت منها تماما عن طريق ان انا اتابع انهي هرمون؟ اتش سي جي. طب برافو عليكم. يعني معنى كده يا شباب ان انا بشيل الفيزيكلز دي كلها وبتابع اتش سي جي يبقى لازم يحصلهاش ايه اثناء المتابعه؟ ان هي بريجنانسي. لان لو حملت هيطلع اتش سي جي. هذا الاتش سي جي ده لما يطلع هيبقى مش مخليني اعرف هل بسبب ان هذه الفيزيكال لسه موجوده ولا بسبب الحمل. يعني اثناء المتابعه لازم العيانه دي ما تحملش لازم اديها كونتراسبشن. نعيد الموضوع مره ثانيه خمس دقائق مره ثانيه عشان الناس اللي هي ايه اللي هي فصلت مني. بصوا يا دكاتره القصه كلها تبدا وبعد كده نفتح الكتاب بعد كده كلمه كلمه. الناس اللي فصلت مني يا دكاتره ركزوا معايا. انا عندي هنا في المشكله كلها في الفيزيكلر مول هو الفيرتلايزيشن. عباره عن ايه؟ ان هو هنا السبرم مع الاوفم مشكله في الفيرتلايزيشن. بص يا شباب السبرم دخل الاوفم لا الاوفم دي فاضيه ما فيهاش نيوكليس. هذه الاوفم جواها او قد يكون جواها ان اكتف نيوكليس. نيوكليس مش شغاله. يعني دي اوفم منظر بس دي اوفم هايفه. يعني ايه؟ يعني هي بس ايه عباره عن اوفم ومن جوه فاضيه. ايه اللي حصل؟ هذا السبرم حصل فيه دوبليكيشن او حصل انترانس لانذر سبرم وحصل فيوجن بين ده وبين ده او فيوجن بين ده وبين ده واتكون في الاخر خليه شاذه جدا عباره عن اوفم لكن جواها نيوكليس كلها توتالي كل الكروموزومز بتاعتها جايه منين؟ من الاب بس. هتعمل خليه مجنونه تعمل انقسامات مجنونه وتكون بلس سيست ما فيهاش اي امبريو. يعني ما فيش امبريو يجي من اب بس لازم اب وام
ويتكون بعد كده طبقات كتيره جدا من التروفوبلاست. الانقسامات الكتيره قوي ديت تكون طبقات كتيره، طبقات من التروفوبلاست، يعني مثلا 20 30 60 لاير من التروفوبلاست. هذه التروفوبلاست بتكون ايه فاسكولار، ان مفيش بلاد فيسلز، ان مفيش هارت، مفيش بيبي، فتبقى ايه فاسكولار فيلاي. الايه فاسكولار فيلاي دي كلها بيحصل فيها ديجنريشن. التايب اوف ديجنريشن مع الابيثيليوم بنسميه هايدروبيك، زي الهارت كان مثلا براون اتروفي، زي البلاد فيسلز اسمه فيبرونويد. فكل حاجه ليها حاجه. الابيثيليوم يبقى ليه ديجنريشن اسمه ايه؟ اسمه هايدروبيك ديجنريشن. تلاقي فيزيكلز جواها ميه، فيزيكل جواها ميه، فيزيكل جواها ميه بالمنظر ده. اليوترس از فول اوف فيزيكل، اليوترس كبير جدا. ده تيومر. كبر زي البطيخه، وجواه مين؟ جواه عنب، وعلى الجنبين في ايه بقى؟ في سيكالوتين. جت منين سيكالوتين؟ ان هذا الاس جي ده دكاتره بينشط السيكا سيل اللي موجوده في الفوليكلز. لان ده اس جي ده شبه مين؟ ال اتش، بينشط، بيحب مين؟ السيكا. تكبر السيكا تلاقي هنا في سيس بالمنظر ده، بنسميها سيكا دم الصفراء لوتين، لان ده شبه اللوتينايزنج هرمون، فاسمها سيكا لوتين سيست. تلاقي دكاتره الاوفر على الناحيتين في سيست بالمنظر ده، اسمها سيكا لوتين سيست. طب تمام، الاس جي بيعمل ايه كمان؟ بيعمل هايبر امس جرافيدارم اريتيشن للفومتنج سنتر، كروس رياكت مع التي اس اتش يعمل هايبر ثايرويدزم، وسبب غير معلوم هيعمل هايبر تنشن او بري اكلامسيا. طب الفيزيكال هتعمل ايه؟ قد تطلع متوحشه تاكل اليوترس وتخرمه، او ممكن تخش في الدم وتعمل امبولايزيشن وتعمل دي اي سي، لان الوايت بلاست سيلز بتهاجمها وتكسرها ويطلع منها ثرومبلاستين من اي تيش استراكشن، ثرومبلاستين، ويطلع بعد كده يحصل بعد كده دي اي سي، او تروح للنج تعمل بالمونري امبوليزم وتعمل هاي هارت فيلير. طيب نعم، التكسيره هذه الفيزيكال لما الوايت بلاست تكسرها يطلع منها من جواها ثرومبلاستين، زي اي تيش استراكشن يطلع منه ثرومبلاستين. تيجي بعد كده دكاتره عشان نشخص هذا المرض، نشخصه ازاي؟ قال انا هقيس اس جي، الاقي ان هو الاس جي ده فيري فيري هاي. الحاجه الثانيه نشوف الفيزيكال بالالترا ساوند. طب يا دكاتره احنا ازاي هنعالج هذه القصه؟ لازم نشيل الفيزيكلز، وعشان اطمن تماما ان الفيزيكلز كلها شلتها لازم اتابع اتش جي، واثناء المتابعه ممنوع تحمل. ليه؟ اتش جي ده ممكن يعلى نتيجه ان الفيزيكال قلبت لكوريو كارسنوما. طب تعلى وهي حامل، هعرف ازاي بقى ان هي حامل من الحمل، ان هو عالي من الحمل ولا عالي من الكوريو كارسنوما؟ هعرف ازاي؟ يبقى اثناء المتابعه ممنوع الحمل تماما، اثناء المتابعه لازم اديها مين؟ سي او سي. في حد عنده سؤال ورا؟ نبدا، افتح بقى الكتاب بقى كده اهوت، ولا ياخد ريست خمس دقائق؟ ريست خمس دقائق، يلا ماشي. ريست خمس دقائق وبعد كده نرجع على ايه؟ على الموضوع، اتفضل.